موضوعنا اليوم هو الانهيار النفسي، وحاضر بحضنا أستاذ أنس العويني، أخصائي ومعالج أمراض نفسية وجنسية. إذا كنت تحبوا تسألونا في الموضوع تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. نمشيو لبوسالمة، معنا ربيع. مرحبا بك ربيع. السلام. مرحبا سيدي، تفضل. مرحبا بلي. مرحبا بالدكتور. أنا عندي مدة وأنا أعاني من انهيار نفسي، ومشيت توا نعدي عند الدكتور في العلاج النفسي في باجة، وفهمتي بالله من 2004 وناخذ اللي وعطاني دواء وقعد نساعد فيه الدكتور. كان ما طرش بانا تحب نطلب لك. لا لا، من غير ما تسمي الدويت. اي باهي حاصل. انا دور اللي مسيطر عليه هو الخوف. ما عادش نجم مثلا باش نمشي لبلاصه فهمتي ولا، ولا باش نحتك فهمتي ولا، نخرج نقول تو تصير لك الحاجه، تو تصير لك الحاجه. خوف معناها اللي مسيطر عليه هو الخوف. حتى بدني فهمتي ولا ضعفت في الميزان، ودكتور طون فهمتي ولا انا نحب نتخلى عليه فهمتي ولا. اي ما اي باهي، خلينا نسالك انا شويه باش ان شاء الله نجم نعاونك شويه. خوف لا تصير لك معناها كاتاستروف، خوف لا تصير لك حادث معين تموت بيها، هذا شنو الخوف؟ هذا الخوف، نوعية من الخوف هذا فهمتي ولا. فهمتي حتى باش نمشي بحذا امي فهمتي ولا، وتغير علي البلاصه فهمتي ولا، نقول تو ما يجينيش النوم، تو ما نرقدش. فهمتك، وليت معناها ما عادش تنجم تخرج من المكان اللي انت موجود فيه، ما تنجمش تبعد من القريه ولا الحومه ولا اللي انت موجود فيها. هذا الخوف من جيك، كي تبعد تخاف. انا كي نبعد نخاف. واضح خويا. اي باهي، قداش عندك من اللي مرض بالمرض هذا؟ من 2004 دكتور، وانا وصلت حصيده بالدوائية بعد اللبسي. اي نعم، معناها باش نبطل الدواء فهمتي ولا. يخسرت لي فهمتي ولا. استناني سيدي، انت مع الدواء اللي خذيته، اسكو ثمشي نشاطات معينه قال لك الطبيب نتاعك انك لازمك تقوم بهم؟ ثمشي اجتهادات معينه نفسيه خدمتوهم مع بعضكم؟ وثمشي نشاطات معينه، سلوكات معينه حفزك انك باش تقوم بهم؟ لا لا، ما خليش عمل نشاطات. أما أنا وحدي وليت تغلبت على روحي، وليت خرجت وأنا واجهت مشاكلي وحدي. أيه. وليت نعرف في النشاط الرياضي وحدي. أيه. عملت انتجراسيون فهمتي بالله في على بيت. أيه. فهمتي بالله، ونقعد وحتى نحس روحي مثلا مش نتقلق فهمتي بالله، نحاول نتجاوز الوضعية هذيك فهمتي بالله، ونهرب منها اللي ما الحكاية هذيك بالضبط. أي. بالنسبة يعني المرض نتاعك لاغورافوبيا هذه 16 سنة برشا معناها، وانت مريض بها وما تعالجتش وما زلت متقلق منها برشا. 16 سنة معناها برشا بالفعل يعني. المواجهة كما قلت سيادتك، وانت لاحظت بنفسك انك بالمواجهة، وانك تخرج حتى تدريجيا كل مرة تقدم اكثر في المسافة، كل مرة تتحمل الاعراض معناها نتاع الخوف في نفسك وتواجههم، وتتحمل حتى زاد الاعراض يعني الجسميه، كما ينجم تجيك دوخه، نجم يجيك ردين، تتحملهم الكل هذوك، نجم يدق قلبك بالقوي، وتقعد انت في السلوك نتاع المواجهه نتاعك اللي نجم يكون تدريجي بشويه بشويه، تسطر كل يوم بروجرام لروحك انك تقوم به باش تتخطى الخوف هذايا، وباش ترجع لنشاطاتك اليوميه اللي باش تلقى بها التوازن النفسي نتاعك. كان نجمت تقوم بالشيء هذايا وحدك اكسيلون، ما كانش تشوف معالج نفساني اللي نجم يعاونك بالقدا بالقدا وتتخطى ان شاء الله المشاكل هذه. لكني ننصحك انك بعد استعمال الدواء مده 16 سنه ما تنحيش الدواء وحدك، ترجع لطبيبك وتقوم بعلاج نفسي معاه. العلاج النفسي نجم يكون مصاحب بالدواء، وطبيبك هو يعرف كيفاش تنجم تتخلص من الدواء، لان تنجم تصير لك اشكالات من بعد. يعطيك الصحه دكتور بالله سامحني لو تسمع. انا وليت مدمن على الدواء توا، انا بريفيرونس احب نحيي الدواء مثلا. اي بطبيعه الحال طبيبك هو اللي باش يعرف كيفاش ينحي لك الدواء، وطبيبك باش يهتم بحاله الادمان نتاعك، ما يحبكش تكون مدمن على الدواء. باش معناها يعرف هو كيفاش ينجم ينحي لك الدواء، وباش يعوض لك الدواء للي او ينقص لك للي تنحيه ديفينيتيفمون ان شاء الله. وبطبيعه الحال ما يتنحى الانسان الا ما تكون انت ان شاء الله تعافيت وتنحات لك الحاله نتاع الرهاب هذيا ورجعت لحياتك العاديه. باهي يعطيك الصحه استاذ، الله يخليك. نمشيو لحي تضامن، معنا ليلى. مرحبا بك ليلى. عسلامة. مرحبا بك. وبيك عايش. انا عندي خويا فترة الكورونا
المرض نتاعو. هو جهة الحاجة النفسية معناتها تخنق، ما عادش يحب ياكل ولا ديما يقعد، ما عادش يحب يقعد في الدار أكهو. معناتها تحكي معاه تحكي معاه تحكي معاه ويبقى يخجر لك أكهو، بعد ساعة ولا بعد ساعتين بشي يحكي معاك. هل جيني المرة الأولى للطبيب، وبعد عودنا هل جيني لطبيب آخر طبيب نفساني في بارد وكل عطاها الدواء، هو يحب يبطل الدواء وحده. قديش عمره مدام خوك؟ 26 سنة، معرش وعنده جوج صغار. باهي ربي يفضلهم وإن شاء الله هو لاباس. مشي مرة برك لطبيبه؟ لا مرتين مشالوا، على خاطر المرة الأولى عطاها دواء والنوم نوم يقول لك الوجاع، عندي جفيف في راسي، عندي ركابي معناتها توجع فيا، عندي فشلة، عندي اي هو تحسن توا بعد العلاج اللي خذاه؟ هو توا بعد العلاج اللي خذاه هو الطبيب نتاعو قال له معناتها في 6 شهور. هو نهار ما يشربش دواء في معناتها في اللي عطاه له الطبيب في وقته. اي فهمتني. مرته تعبت معاه. اي اي بطبيعة الحال المرض النفسي يتعب الشخص، يعني تعب كبير، وحتى يعني الانتوراج باش يتعب معاه. احنا باش نضحيو مع المرضى نتاعنا، يعني هذا واجبنا في نهاية الأمر. يعني كيما الراجل يضحي مع مرته، المرأة تضحي مع رجلها. ننصحه باش يرجع في موعده لطبيبه، وباش يحكي على يعني على الحاجات اللي مقلقينه الكل لطبيبه بالكدا كيما الأعراض الثانوية الجانبية نتاع الدواء، كيما معناها تأثيراتها على العمل نتاعه وعلى العائلة وعلى زوجته وعلى غيره، وينحيه. معناها يعني ما نقولوش ينحيه، لكن طبيبه يعرف شنو يعمل بالضبط في الفتره هذيك، كيفاش ينجم يعاونه. وانا ديما ننصح انه العلاج النفسي يكون مصاحب للعلاج اللي بالدواء، باش ان شاء الله العلاج يكون نهائي ويكون سريع ان شاء الله. بهاتك صحه استاذ. نمشيو لسوسه، معنا سفيان. مرحبا بك سفيان. الو سفيان. الو مرحبا. مرحبا. لا يسمحني، عندنا حالة 23 سنة تو معنا، فهمت؟ غريبة تصرفاتها، غريبة، يعمل كل شيء، يهدد يقتل، ما عرفناش حالة عندها، فهمت؟ هذا المرض ولا حالة أخرى، فهمت؟ يهدد فيكم بالقتل ويقول اللي انتم اللي ثم ناس تحب تضره وهو يحب يرد الفعل. ما يقولش الناس تحب تضره. مدمن على الخمر، تصرفات غريبة هيك. اي ماشي، فهمت؟ مره ضرب بنته بكاس هكا، تصرفات غريبه 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 شيء. اي فهمت. اي شنو اخر زيد وصف لي الحاله. اي اسمع، تصرفاته هذا كان كي يبدا معناه شارب الخمر، والا كي يبدا صاحي يتصرف نفس التصرفات ويقول نفس الخزعبلات، والا لا شارب ومش شارب، التصرفات هذيك هي بيدي. مره في الجمعه من اوله من قبل ما يتيح في الادمان، هو سلوكه هكاك نفس التصرفات عنده؟ لا بعد ما خدم العسكري وخرج، خرج تقلب قلبه واحده. وطلق مرته ولا شنو، فهمت؟ تصرفات حتى تبدا راقد في الدار ما ترتاحلوش، تصرفات غريبه 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 غريبه، ما تصورش. مش نوصف لك في التليفون يا دكتور. فهمتك. ابار العنف، ابار يعني السلوك العنيف ورده الفعل العنيفه نتاعو، هل يهذي؟ هل يقول كلام ماهوش معقول؟ مثال قول ينزع دبشه بالليل، يخرج الكافيين. شفته بعيد انا. اي حتى كي تقعد دكتور سامحني عليه، هو حتى كي تتكلم عليه، هو حتى كي اي ما نعرفش حاله، ما نعرفش دكتور شو لك. اي فهمتك يا سيدي. هزيتوه للطبيب ولا مازلتوا؟ يعدي عند في سوسه. فهمت. وفي الاخر زاد توفى في القطاع، زاد حطنا فيه موت مستراب وسين وجين وعد. اي اي دكتور، اي اي تفضل. هو يكمو كذا، انا اثرت فيه الحاله، حبيت نستفسرها. يندرا تكون شويه فيه الحكايه. اي علاش عينه حمراء؟ علاش عينه حمراء؟ ينجم يكون عينه حمراء، معناها من الادمان نتاعه، ولا من قله النوم، ولا من غيره، مساله طبيه ينجم يجاوبوك عليها الاطباء بالكدا. انا بسيكولوج. استناني مسيو. اي شوف يا سيدي، تنجم تهزو للمستشفى، تنجم تهزو للقسم معناها الامراض النفسيه، قسم الطب النفسي. ينجم، خاطر ربما الحاله نتاعو تتطلب معناها انه هوسبيتاليزاسيون، انه يرقد في السبيطار. هذه معناها شنو تنجم تعمل معاه.
ربما طبيب ينجم يكون بعثكم معناها للمستشفى اذا الدواء معناها ما عطاش النتيجه وما تغيرش الانسان حتى شويه وفي نفس الحاله هو يهدد فيكم وينجم يعمل حاجات معناها اللي تضر كما ذكرت سيادتك العباد، فهذه يعني الارجح انكم يعني تمشيوا للمستشفى يكون ان شاء الله التشخيص يكون تشخيص دقيق ان شاء الله والعلاج يكون انجع، لانه مع الادمان نتاعو ينجم الكحول اللي يتناول فيه ما يمشيش حتى تعرف مع الادويه اللي ياخذ فيها، السلوك نتاعو هو باين سلوك معناها معادي للمجتمع وفيه برشا عنف، يعني ما يقدرش حتى نورم حتى طبيبه كي باش يعطيه دواء باش يستعمله في وقت معين بدوزة معينة ماهوش باش يستعمله كيف ما عطاه الطبيب، وبالتالي في مثل الحالات هذيا يكون المستشفى هو أكثر بلاصة ينجم يلقى فيها الشفاء. باهي يعطيك الصحة أستاذ الله يخليك، احنا وصلنا براتيكمون لآخر ليميسيون نتاعنا، جوست سؤال الأخير، اسكو الانهيار النفسي مربوط بشريحة عمرية معينة ما نجم يجي للصغار بالكل وإلا لا؟ في ساعة ينجم يجي للناس الكل. أي باهي يعطيك الصحة أستاذ الله يخليك، أنا معنا أستاذ أنس العويني أخصائي ومعالج أمراض نفسية وجنسية، الناس اللي يطلبونا ما نجموش يتحصلوا علينا، تنجموا تخليوا الأسئلة نتاعكم على موقع ميد بونتين والأطباء يجاوبوكم مجانا. كنت معكم هجر الحناشي، باي باي في الأمان.